ضيفنا هو الفنان والنحات ابراهيم بلال اللي بينضم لنا على الهواء مباشره. اهلا بيك ابراهيم وصباح الخير عليك، واكيد في تفاصيل كتير جدا هنحاول نعرفها منك من خلال فقرتنا النهارده. اهلا بيك استاذ هشام، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، منورنا ابراهيم وسعداء بوجودك. وطبعا احنا قلنا كده ونوهنا للناس ان انت اخذت مسلك مختلف تماما في عمليه النحت. بالظبط. مبدئيا كده عايز اتعرف بيك، وهل انت درست فن النحت ولا دي موهبه كده من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب، هو في البدايه يا فندم انا بدات كفنان تشكيلي، ما بداتش كنحات. يعني انا درست فن تشكيلي بعد او وانا في الجامعه، يعني اكتشفت ان انا طموحي ابدا، انا خريج حقوق وطموحي ابدا مش في مجال المحاماه، يعني انا طموحي في الفن عموما من صغري. فاكتشفت ان انا مش هقدر اكمل في المجال ده، وبدات ادرس فن تشكيلي كاي حد لسه بادئ المجال. بدات من الصفر، يعني انا بقالي 8 سنين بالظبط شغلي هو الفن. من 3 سنين بقى يعني بدات اتابع موضوع النحت على سن القلم والرصاص، عجبني جدا منحوته شفتها، فقلت ليه لا ما اجربش. بس المنحوته كان ينقصها حاجه، يعني انا كنت حاسس ان هو الموضوع كله ناقصه حاجه، او الموضوع كله ينفع يتحول لحاجه اقيم بكتير جدا من مجرد سن القلم والرصاص. فبالفعل بدات احاول مره واثنين وثلاثه لحد 20 محاوله في البدايه. في الغالب بنسبة 100% كانت بتفشل. بعد كده بدأت يعني إيدي تبقى أدق شوية، وعملت أول منحوتة على شكل قلب، فدي ادتني حافز شوية، وادتني ثقة إن أنا أكمل في الموضوع أكتر وأشتغل عليه أكتر. طيب، بالنسبة للنحت على سن القلم الرصاص، هو القصة كلها أنا مش مبتكرها، يعني ابراهيم مش مبتكر النحت على سن القلم الرصاص، بس ابراهيم اول حد يوظف الفن ده في خدمه هدف قومي. يعني انا بالنسبه لي قلت ان انا دلوقتي تمكنت من الخامه، طب وبعدين؟ فن بلا هدف او بلا رؤيه ما يبقاش فن. القصه مش استعراض عضلات وان انا اقدر اشتغل في مساحات دقيقه وبس، لا، القصه كلها ان هو لازم اخلي للنوع ده من النحت قيمه، بان انا ارفقه بخدمة هدف أو بخدمة فكرة عامة، وده اللي حصل بالفعل. أولا طبعا أول ما عرفت بالقصة الحقيقة تخيلت إن أنت بتنحت في الرصاص نفسه اللي هو يكون محتويه القلم، هل الكلام ده فعلا مظبوط؟ أنت بتتكلم على يا المساحة فندم، الصغيرة جدا اللي هي جوه القلم الرصاص؟ بالظبط يا فندم، أه. هي طب إزاي إحنا بنشوف القصة كلها. المجسمات اللي إحنا عرضناها دلوقتي من خلال الشاشة، فيها بعض المجسمات الكبيرة اللي هي أكبر من حجم الرصاص نفسه؟ لا، هي القصه كلها يا فندم ما بتبقاش اكبر من حجم الرصاص او حاجه. هي القصه كلها ان انا ببري سن القلم من تحت بحيث انه يبدو ان المنحوته اكبر من سن القلم، انما هي القصه كلها ان هو نفس السن. والتصوير بيتم بعدسه ماكرو، ما فيش اي عين تقدر تجيب التفاصيل دي يعني على الحقيقه اصغر بشكل بكتير من دقيق. اللي احنا شايفينه على طبعا الشاشه. مليمترات يا فندم، 2 في 3 مليمتر متوسط المنحوته.